remember them in our supplications and prayer, which we offer up unto you, O Lord our God. Those who have already fallen asleep, reward them. Those who are sick, heal them. For our the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us all. Psalms to David Eli. Oh.
Atinak in harnessness, a clero, a take a cleronomia. Ari etin in totin totinak in harnessness, a take a cleronomia. Oh, big amaisha of rick in kailiria. Oh, big amaisha of rick in kailiria. Isos Diasos Ipshiri Emem Noti Asmas Fingeti Parsenos Fingvis Lementetios Irakata Diesmi Emem Profiti Conelie chief priests and scribes of the people together.
He inquired of them where the Christ was to be born. So they said to him, in Bethlehem of Judea, for thus it was written by the prophet, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah. For out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod, when he had secretly called the wise men, determined from them what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring back word to me, that I may come and worship him also. When they heard the king, they departed, and behold, the star which they had seen in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed from their own country another way. Glory be to God وآسيا وأوروبا وأستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وأود أن أهنئكم جميعا باسم المجمع المقدس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وباسم كل الأقباط الذين في مصر. أهنئ الجميع بعيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الشرقي وبحسب السنة القبطية سنة الشهداء الذي نحتفل بها يوم 29 كيحكم كل عام. وفي عيد الميلاد نتقابل مع مواقف كثيرة، ولكن من أشهر المواقف الموجودة في هذا العيد إننا ننادي بحسب النبوة أن بيت لحم ليس في الصورة في يهوذا. بيت لحم قرية صغيرة مغمورة غير معروفة بالمرة، لكنها صارت أشهر قرية في العالم، وصارت تفتخر بميلاد السيد المسيح على أرضها. وفي هذا الميزوز الصغير وكلمة الصغرى تلفت نظرنا إلى الأشياء الصغيرة في قصة الميلاد. أولاً لأننا نتقابل مع النجم، والنجم كما نعلم أنه في السماء يبدو صغيراً جداً بحسب رؤيتنا على الأرض، لكن نجم الميلاد كان له أكثر من صفة، أنه يتحرك ثم يتوقف عندما يتوقف المجوس للراحة في أثناء رحلتهم الطويلة. كان النجم مرشداً وهادياً للمجوس الذين أتوا من بلاد المشرق لكي ما يقدموا هداياهم الذهب واللبن والمر. لكن ما يهمنا في هذا الأمر وجود النجم الذي يرفع نظرنا إلى السماء، إنه يشير إلى حياة سماوية، فإن قصة الميلاد تبدو بأن هذا النجم وهي ترسل رسالة نحو الذين على الأرض أن تكون حياتهم سماوية، والحياة السماوية حياة مضيئة ونحتاجها على الأرض كثيرا، والأرض تمتلئ بالخطية والشر والمكاسب الكثيرة. عندما دفع الإنسان إلى فوق محلقا كالنجم يصير مثيرا، هذه هي الحياة السماوية.
القديس يوحنا الذهبي له عبارة رائعة يقول أن تكون شمسا أو قمرا أو حتى نجما، المهم أن تكون في السماء. الشمس ترمز الإنسان المشهور جدا، والقمر الأقل شهرة، والنجم الإنسان المغمور مثل نجم الميلاد أو مثل قرية بيت لحم. المهم أن يعيش الإنسان حياته في السماء. الأمر الثاني والذي نراه في مواقف الميلاد ومشاهد الميلاد حسب التقليد القديم هو شجرة الميلاد. شجرة الميلاد شجرة دائمة القدرة، تذكرنا بالمزمور الأول الذي نصليه كفاتحة للمزامير عندما نقول عن الإنسان الذي يسير في طريق الله إنه يكون كالشجرة مغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يندثر وكل ما يصنع ينجح. الشجرة ترسل لنا رسالة أن تكون حياتك مثمرة، حياتك طويلة العام طول العام مثمرة بالفضيلة ومثمرة بالسيرة الحسنة أو مثمرة بالعلاقات الطيبة نحو كل إنسان. وإذا شجرة الميلاد شجرة ثابتة في الأرض تعلمنا الثبات والنمو، كما أنها دائما ترمز إلى السماء فهي تنمو إلى السماء من عام إلى العام، وعندما تنمو ترفع رقيها وقلبها إلى السماء. الأمر الثالث في رسائل الميلاد العديدة نتقابل مع قرية بيت لحم عندما ذهب القديس يوسف النجار مع أمنا القديسة مريم ولم يجد مكانة في بيت لحم بسبب الإحصاء والتعداد الذي كان موجودا في ذلك الوقت. نرى أن بيت لحم كلها كانت مزدحمة ليس فيها مكان، ولكن صاحب البيت أشار عليهما بوجود المزود. لم نكن نعلم أن المزود يمكن أن يكون مكان للضيافة فهو الحيوانات فقط، لكن أشار عليهما بوجود المزود تجنب أن يقول لهما ليس عندي مكان. هنا ظهرت صورة الإنسان الخادم أو الحياة الخادمة. الحياة الخادمة لن تخدم الآخرين، يجب أن تتجنب أن تقول ليس عندي أو لا يوجد أو كلمة لا. هو أوجد هذا المزود ونحن نطلق عليه مزود، ولكنها حظيرة للحيوانات وللسور وللحمار ولبقية الحيوانات الأخرى. وهذا المزود صار مكانا دافئا منيرا لامعا مشهورا في العالم كله، وصارت هناك خدمة قدمها صاحب البيت ولا نعرف اسمه، ولكنه قدمها بمحبة وحل مشكلة الخادم. هو الذي يستطيع أن يحل المشكلة وتجنب دائما أن يرفض طلبا لخدمة الآخرين أو مساعدة الآخرين. ولذلك صارت بيت لحم ليس الصورة في يهوذا، إنها صارت مشهورة في العالم كله. هذه هي رسائل ميلاد النجم. النجم يرمز إلى الحياة السماوية، والشجرة ترمز إلى الحياة المثمرة، والمزود يرمز إلى الحياة الخادمة. هذه هي الرسائل أود أن أقدمها إلى الجميع في كل كنيسة وفي كل برشية ولكل الآباء والأساقفة والآباء المطهرين والآباء الكهنة ومجالس الكنائس والشماميسة وكل الشعب ومنهم الشباب والأطفال في كل كنيسة وفي كل مكان يتواجد فيه الأقباط وهم يحتفلون بعيد الميلاد في هذا اليوم. تحياتي ومحبتي لكم جميعا من أرض مصر ومن أرض القديس فاريون مرقس كاروس بلادنا العزيزة، وهنيئكم جميعا وأرجو لكم كل خير في العام الجديد. Level it, Marokos, level. I mean, the festive message of for the feast of the Nativity by Metropolitan Serapion, my love, the blessed children of the Holy Church on this great joyous occasion of the feast of the Nativity. It is my pleasure to wish you all the blessing of the mystery of the Incarnation. Our celebration of the birth of our Lord Jesus Christ is a celebration of the wondrous mystery of the Incarnation, which reveals God's love for us. He accepted to come to our world and assume complete human nature with a rational soul, as Saint John the theologian wrote, and the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth, John 1:14. The main purpose of the Incarnation is our salvation from the dominion of sin, death, and corruption. This is revealed when the archangel proclaimed that the name of the child is to be Jesus, which means Savior.
in the annunciation of the birth of our Lord Jesus Christ, the Archangel Gabriel told the Holy Virgin, the Mother of Light, and behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. Again, the Archangel appeared to Joseph and revealed to him the mystery of the Holy Conception. He told him, do not be afraid to take to you Mary, your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Matthew 1:20-21. Thus God's goal to save us from the dominion of sin, death, and corruption was achieved through the incarnation. God is compassionate and merciful. He forgives sins and iniquities. If the problem was only the forgiveness of sins, then the incarnation would not have been essential. But the problem was much deeper. The fall of the first man, Adam, led the entire human race to fall under the dominion of sin, death, and corruption. In this fallen condition, man was incapable of becoming righteous by his deeds. Also, the law was unable to make man righteous. Thus, the human race needed deliverance through a savior and redeemer. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed. Through God's mercy and the redeeming act of Christ of dying on the cross on our behalf, salvation was achieved for all mankind, and we were granted freedom from the dominion of sin, death, and corruption. Clearly, what the law could not do, God did by sending his own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. In this epistle to the Hebrews, St. Paul explained the meaning of condemning sin in the flesh and wrote, now once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Christ put away sin by offering himself as a sacrifice and presented to the Father full human obedience when he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Philippians 2:8. In the beginning, God told Adam, in the day that you eat of it, you shall surely die. Yet Adam disobeyed, and the consequence of his rebellion was death, which was not limited only to himself, but extended to the entire human race, because as in Adam, all die. However, everything changed through the obedience of the second Adam, who defeated death by death and granted life to the human race. St. Paul explained, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Furthermore, he wrote that the sacrifice of Christ on the cross abolished sin and the sting of death, because death is swallowed up in victory. O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin. 1 Corinthians 15:54-56.
My beloved, we must always remember that God has granted us freedom through the incarnation and death on the cross of His only begotten Son. We are called to lead a life free from sin and not according to the flesh, but rather led by the Spirit. Saint Paul reinforces, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live according to the flesh, for if you live according to the flesh, you will die. But if you, by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Additionally, he encouraged us to walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. My beloved, today we rejoice because the wondrous incarnation of God, the Word, reveals God's love for us. Therefore, we ought to love Him because He first loved us. Furthermore, God's love for us compels us to love one another in a practical way through our actions. Saint John reminds us, behold, if God so loved us, we also ought to love one another. And my little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. 1 John 3:18. My beloved, we celebrate Christmas this year amidst worldwide problems, especially economic hardships. Many families, especially those with limited income, face the burden of the rising inflation and increase in the prices of basic necessities and commodities. We pray that God may provide for everyone from His abundance, riches, and save the world from wars and inflation. However, we also are required to remember our needy brothers and sisters and actively participate in benevolent works, remembering St. Paul's words, and let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Let us pray for the Holy Church and for worldwide peace. Let us pray for our beloved Father and Shepherd, His Holiness Pope Theodorus II, as well as all the metropolitans, bishops, clergy, and all the people. Let us pray for the souls of all our beloved who have preceded us to paradise, and with them the souls of our beloved fathers, Father Luke Sidaros, Father John Michael, and Father Stephanos Hanna. May our Lord repose their righteous souls in the paradise of joy and grant to their families and loved ones His peace, which surpasses all understanding, and gives them the joy of His incarnation and holy nativity. Wishing you many happy returns, Metropolitan Strobe. يا راء الكلمة
حل فينا ورأينا. هللويا 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 إيسوس كريستوس إبشيري بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله إله أبدار تكون خالق السماء والأرض ما يرام إلا يرام نؤمن برب واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حد من الآحد مولود غير مكروه سامي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من الجمع بشر من خلاصنا نزل من السماء تجسد الروح القدس نور العزراء.